ماذا؟ فارغ. وأنا وعدته. شكرا لك يا ميمون. أهلا. أعطني كوبا آخر. ولكنك شربت الكثير من العصير. هذا عصير الموز، والموز لا يضر القرود. حسنا. خذ هذا الكوب ودعني أعمل. شكرا ودعم. ميمون. إلى أين؟ إلى شاهين. ولكن شاهين لا يريد عصيرا، لقد شرب الكثير منه. لا 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 أريد أن أعطيه العصير، أريد التحدث معه في موضوع علمي. نعم. ولكنه سيقول لك الآن: ميمون دعني، أنا مشغول. ميمون اذهب عني، ميمون لا تشغلني. اسمع، شاهين صديقي ولا يقول لي هذا الكلام، لأنني عندما أراه مشغولا أتركه ودعا. حسنا اذهب وسترى بنفسك. شكرا على العصير. طيطة طيطة، صباح الخير يا طيطة. ما بك ما راح هذه المرة العشرون التي تقولين بها صباح الخير؟ ماذا تريدين؟ مرح تحبك يا طيطة. طيطة تحبك يا مرح. طيطة تعالي. ماذا؟ أين دقات؟ لم أراها اليوم. ماذا تريدين من دقات؟ أريد أن أقول لها أمرا مهما. ما هو؟ عندما تأتي دقات سوف أقول لها أمرا مهما. أرجوك قولي لي. لن أقول. ما راح أرجوك. طيطة سامحيني. أسامحك، ولكني أريد فقط ها توسع هذا المكان. لا طيطة. صباح الخير يا عجول. أهلا أهلا طيطة. ساعدني. هل أنت بخير؟ أنا بخير. وأنت؟ أنا بخير. كيف جدك الأكبر؟ تسلم على جدتك الصغرى. لابد أن لديك بعض الأخبار. كيف عرفت؟
لأنك لا تزورين أحدا إلا بنشرة أخبار. ماذا لديك؟ ميمون يا عجول، ميمون. ميمون؟ من ميمون؟ ميمون عجول؟ ميمون. وماذا فعل هذه المرة؟ يريد أن يغير نوع طعامه من الموز إلى البرسيم. هذا رائع، جيد. يبدو أن سمعة البرسيم في تحسن. لا يا عجول، لا يا عجول، لا يا عجول. يريد أن يغير نوع طعامه من أجل سبب آخر. وما هو السبب يا طيطة؟ لا، لن أقول لك. طيطة. لا لا لا، أرجوك يا طيطة. لن أقول. طيطة. حسنا، يريد أن يغير نوع الطعام لكي لا تأكل الكمية التي تشبعك. أنا يا ميمون سأريك يا ميمون. مرحبا يا حبوب. أهلا عجول. أريد كوبا آخر من العصير. ها؟ ولكنك شربت الكثير من. لقد أعجبني هذا العصير، هيا يا حبوب. ولكن عصير البرسيم يعجبك أكثر. هذا لأني لم أذق طعم عصير الموز سابقا. هيا يا حبوب، أعطني كوبا آخر. ولكنك شربت 6 أكواب، والإكثار من عصير الموز يضرك. عجول، وصلك تلغراف. شكرا لك يا شاهين، سآتي بعد قليل لأخذه. هيا هيا يا حبوب، أريد كوبا آخر. وما هو التلغراف يا شاهين؟ التلغراف هو رسالة سريعة يبعثها أحد الأشخاص إلى آخر عن طريق البريد. وهل عجول شخص؟ مرحبا. أهلا عجول. أين التلغراف يا شاهين؟ تفضل. شكرا جزيلا. عفوا. لمن هذا العصير يا شاهين؟ إنه لي. لي. هنيئا مريئا يا ميمون. شكرا. أكمل أكمل شاهين. شكرا شاهين. ماذا تفعل؟ ألم تقل لي أكمل؟ إنني أكمل العصير. أكمل الحديث عن التلغراف. وماذا تريد أن تعرف أكثر من ذلك؟ أليس التلغراف طريقة قديمة؟ ميمون، لنبدأ من البداية. نعم. الزاجل أول وسائل البريد. هكذا؟ حسنا. لا لا لا، ميمون، لقد تطورت وسائل الاتصال كثيرا في هذا الوقت. أنا لم أسألك، ولكنني أحببت مساعدة شاهين. شاهين ليس بحاجة لمساعدتك في عمله. أنا أعرف الكثير، الكثير يا ميمون. هذا معروف عنك طبعا يا عجول. شاهين شاهين، وما هي وسائل الاتصال؟ ميمون، التلفاز مثلا. والتلفاز أيضا؟ نعم يا ميمون. هل عرضوا شيئا على التلفاز؟ لا يا طيطة، لكن ميمون كان يسألني عن وسائل الاتصال. أريد كوبا آخر يا حبوب. ألا تخشى الضرار؟ لا، لقد أوصاني الطبيب بشرب الكثير منه. إذا كان الأمر كذلك فسأتيك بالمزيد. ولكن التلفاز وسيلة قديمة وليست حديثة يا شاهين. هذا صحيح، ولكنه تطور بشكل سريع وكبير. فهو ينقل الأخبار والمعلومات من أماكن بعيدة بلمح البصر. المزيد يا حبوب. ها؟ أريد المزيد. ها؟ ولكن لم يبقى عندي شيء اسمه عصير الموز. والتليفون أيضا؟ طبعا، وله عدة أنواع ومنها النقال. الموبايل؟ نعم. شكرا لك يا شاهين على هذه المعلومات. عفواً. شكرا لك يا شاهين. عفواً شكرا يا شكرا. ميمون. نعم. تعال. لقد أصبح العالم قرية صغيرة بسبب التطور يا ميمون. طيطة. ها؟ أنت شاعرة. نعم أنا شاعرة البط. ولكن من شرب عصيري؟ لا أعرف، فلقد كنت أشرح لك وأعمل بنفس الوقت. ها شاهين، أنا لا أتهمك ولكنني استغربت، فأنا لم أشرب شيئا. إذا أنت تتهمني. لا لا، أنا لم أتهمك. ما لا تتهمني. لم أتهمك. دقات دقات، أنقذيني. دقات؟ لا.
الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ما الأمر يا شاهين؟ أحد ما شرب عصير ميمون. من شربه؟ تيتا، هل تعرفين من شربه؟ لا، لا أعرف، ربما حبوه. أنا لم أفعل ذلك، لما تتهمينني دائما تيتا؟ ها؟ لما؟ أنا لا أتهمك، ولكن ربما شربته بالخطأ. أنا لم أفعل ذلك يا مدللة. يا تميم، من دون اتهامات. تيتا، هل تعرفين من شربه؟ لا، لا أعرف. مرح؟ من؟ أنا؟ هل تعرفين من شرب كوب العصير؟ لا، لا، لا. دقات، أنا لم أرى شيئا من هذا القبيل. تيتا، حاولي أن تكتشفي من شرب كوب العصير. لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. قلت حاولي ولم أقل أخبريني، أفهمتي؟ أريد عصيري، فأنا لم أشرب منه شيئا. كفاك ثرثرة يا ميمون، حبوب سيعطيك كوبا آخر. ها؟ لقد شرب الكثير، أخاف أن يصاب بالأذى. لقد شرب أربعة أكواب. حبوب، أعطيه كوب العصير. ها؟ الكل شرب، لم يبقى عندي شيء اسمه عصير. ها؟ أنا لم أشرب شيئا، فلما تدعي أن الكل قد شرب؟ ها؟ ها؟ كيف تقولين ذلك؟ كيف؟ سأسألك سؤالا يا حبوب. تفضلي. ما هو نوع العصير؟ عصير الموز. وأنا لا أشرب عصير الموز. أفهم؟ مرحبا يا أصدقاء. أهلا قمر، أهلا. قمر، قمر، لقد شرب عصيري. ومن شرب عصيرك يا ميمون؟ لا أدري. يا ويلي عجول. أخ يا بطني. عجول، ما بك يا عجول؟ عجول، عجول. ماذا بك يا صديقي؟ أخ يا نعومة بطني. ماذا يا عجول؟ من عجول؟ من عجول؟ أنت، أنت عجول. هذه أكواب يا برح، ألا ترين؟ أكواب؟ لماذا أعطيت عجول عصيرا أكثر منا جميعا؟ هو طلب مني ذلك، قال إن الطبيب أوصاه بذلك. ولكن هذا كثير. بطني صح. أنت تتألم بسبب كمية العصير التي شربتها. بطني. لماذا فعلت هذا يا عجولي؟ طيطة، أنت حرضتني على ذلك. أنا؟ نعم. طيطة حرضتك على ذلك؟ كيف؟ قالت لي إن ميمون سيأكل كل البرسيم ولن يبقي لك شيئا. وأنت شربت عصير الموز كله لكي لا تترك شيئا لميمون، أليس كذلك؟ نعم، بطني ساعدوني. عجول، هذا درس لك لكي تعرف أن الطمع يضر صاحبه ولا ينفع، أليس كذلك؟ نعم، نعم. قمر، هل لديك قصة عن الطمع يا قمر؟ نعم، سأحكي لكم قصة عن الطمع. كان هنالك منذ سنين أكبر بل آخر تنين. كان هنالك منذ سنين أكبر بل آخر تنين. وقريبا منه قد كان يسكن تمساح مسكين. وقريبا منه قد كان يسكن تمساح مسكين. لهما في القصة أخبار، فتعالوا نعرف ما صار. لهما في القصة أخبار. في الزمن القديم كان تنين لئيم، وكان آخر نسل التنانين، عجوزاً وعمره ملايين السنين. علم من كتاب أن التفاح فاكهة تعيد الشباب، فأتى إلى التمساح وقال: أيها التمساح، أحضر لي التفاح، وإلا فبعد اليوم لن ترتاح، فأنا التنين الظالم السفاح، سأمهلك يومين. ولكن يا تنين، نحن في أي شهر؟ نحن في كانون. كيف سأحضر ما طلب وتشرين قد ذهب، ونحن لسنا في القرن العشرين، قرن التبريد والتخزين؟ فمن أين أحضر التفاح ونحن في فصل الشتاء؟ وتركه التنين حائرا وقلبه حزين. وبعد لحظات
مر تيسون مع عدة عنزات فرأى التمساح يبكي شاكياً. مع أني أعرف دموع التماسيح، ولكن هناك سر غير مريح. وقال للتمساح: ما بك أيها المفترس؟ لماذا تبكي؟ فرد التمساح بلطف وحنان، ناسياً أيام زمان عندما كان يخيف التيوس والغزلان ولا يعطيها الأمان، فقال: إنه التنين نافخ النار، يريدني أن أحضر له تفاحاً، وإلا سأموت بعد ليلة ونهار. يا تمساح، عندي حل، فكر به على مهل، ولكن عليك أن تقطع على نفسك العهد، وعليك الالتزام بهذا الوعد، بأن نكون معك نحن معشر التيوس في البحيرة شركاء، فلا تتعرض لنا بعد اليوم، ونبقى دائماً أصدقاء. على العين والرأس، ولن أفرح إلا بوجودكم معي يا أحب الناس، فهات ما عندك، أدام الله عزك. فقال التيس بعد أن أشهد على كلامه الجميع: في بلاد بعيدة خلف تلال الربيع تفاح ناضج لذيذ، وبما أنك مغادرة البحيرة لن تستطيع، فلن تقدر أن تشتري أو تبيع، فاطلب النجدة من حرفنا الصديق الودود الذي يفي بالوعود، وببطولته وشجاعته يجود، إنه حرف التاء، يسافر وينتقل عبر الأسماء، فهو في توت وتين وتفاح وفي تيس وتمساح وفي تعب وتنين وآهات وفي تمر وتل وعنزات. وعندما سمع حرف التاء هذه الكلمات قال: يا أصدقائي، إليكم أنا آت. وأتى وعرف الحكاية، وكانت هذه هي البداية، فذهب بعيداً وأحضر كيساً كبيراً من التفاح وعاد، وقال للتمساح: خذ هذا الكيس أيها التمساح التعيس، أعط التنين بعض التفاح ووزع الباقي على الأصدقاء الملاح. ولكن التنين عديم الرحمة خطف الكيس وراح يأكل التفاح بشراهة لقمة فوق لقمة، وصاحت الحيوانات: ستصاب أيها الشره بالتخمة. ولكن التنين لم يهتم، فقد كان شرها وقليل الفهم، والزيادة كالنقصان، وهذا ما لم يأخذه التنين بالحسبان، فبدأت الآلام والأوجاع، وصار يتلوى ويصيح ويردد: هل من دواء مريح؟ فقال له التيس الفصيح: أصبحت مدخما وملئ بطنك بالريح، ولن تشفى إلا بدفن نفسك بالتراب، فالكمية التي أكلتها لن تعيد لك الشباب، كان يكفيك القليل. وغمز التيس الأصدقاء ودعاهم لمساعدة التنين الجشع الذي أمرضه الطمع، فتعاون الأصدقاء وساعدهم حرف التاء، بينما التنين يتلوى ولم يعد يستطيع نفث النار واللهب، فقد ألم به الألم والتعب، ولكنه ظل يصرخ بالتيس والعنزات: أسرع يا قبيح، وأنتن يا قبيحات، وإلا فأنتم في عداد الأموات. وحفرت الحفرة وتمدد فيها التنين بحسرة، وانهال فوقه التراب، واختفى التنين ناشر الخراب، وهو منذ ذلك الحين دفين، لم يعرف إلا في أساطير اليابان والصين، فقد صار في خبر كان. مرح، ها؟ عجولي، أنا آسفة، أعتذر، لم أقصد إيذائك يا صديقي. شكرا لك يا طيطة، وأنا قبلت أسفك يا طيطة. شكرا. كيف جدك الأكبر؟ يسلم على جدتك الصغرى. عجول، هل عرفت خطأك جيداً؟ نعم عرفت، ولكنني يا قمر لست تنيناً. وأنا لم أقل ذلك. بل قلت وشبهتني بتنين طماع.
هذا يعني أنك لم تفهم القصة جيداً. بل فهمتها حتى اسأليني. نعم حسناً، سوف أسألك وأسأل الآخرين. هيا هيا هيا. هذه القصة عن تنين، معه تمساح مسكين. ما التنين وماذا يطلب؟ هيا قل لي يا شاهين. التنين كبير جدا، جسم حتى الغيم امتد. التنين كبير جدا، جسم حتى الغيم امتد. أقبل يوما للتمساح يطلب كيسا من تفاح. أقبل يوما للتمساح يطلب كيسا من تفاح. هذه القصة عن تنين، معه تمساح مسكين. هل تتذكر يا عجول ما كان التنين يقول؟ إن لم تحضر هذا الكيس سوف تصير فريسة. إن لم تحضر هذا الكيس سوف تصير فريسة. هذه القصة عن تنين، معه تمساح مسكين. وبماذا رد التمساح وعليه جلب التفاح؟ حار التمساح خاف التمساح. حار التمساح خاف التمساح. فأشار التيس على التمساح. فأشار التيس على التمساح. تشرين راح فلا تفاح. تشرين راح فلا تفاح. هذه القصة عن تنين، معه تمساح مسكين. من قام بجلب التفاح كي ينقذ فيه التمساح؟ عن تنين، معه تمساح مسكين. قولي يا تيتة ما صار للتنين وماذا دار؟ قرض التنين ولم يظهر إلا في قصص قد يذكر. قرض التنين ولم يظهر إلا في قصص قد يذكر. وتعلمنا أن الطمع ضر الطماع وما نفع. وتعلمنا أن الطمع ضر الطماع وما نفع. شكرا يا تا شكرا يا تا، بوجودك أصبحنا سعداء. شكرا يا تا شكرا يا تا، بوجودك أصبحنا سعداء. وتعلمنا أن الطمع ضر الطماع. عالم غير عالم غير.
يحمل آلام الزمن. أما أنا فاسمي مرح، فريدة ما لي شبه، فريدة ما لي شبه. عالم جرناس عالم أطفال، عالم الخف عالم جرناس. أنا دقات، أنا أنظم الأوقات، أنا أنظم الأوقات. مش عتقل قلنا ومح، من مطبخي أنا تقتات، من مطبخي أنا تقتات. عالم جرناس عالم أطفال، إذا حضر حبوا الكل به فرحون، الكل به فرحون. ولو غاب ميمون ترى لمن يشكون، يشكون ترى لمن يشكون، يشكون. عالم جرناس عالم أطفال، عالمنا الخف عالم جرناس. شاهين وأنا صقر ذكي، أعرف طريقي بلا خريطة، أعرف طريقي.